عمري 14 سنة مش شام. والله نحن جينا يعني انه طلعنا بهالاوضاع، الحمد لله طلعنا قبل هالاوضاع. صار لي هون هلا صار لي سنتين، انا كنت الاولى بالمدرسه، فانا تعلمت اشياء كثير وهلا لساتهم ببالي، فانا هون حبيت هيك اعلمهم. بعلمهم علوم، رياضيات، انجليش، يعني اي كل الاشياء. عم درسهم اللي انا قدرانه عليهم. حابه ادرسهم لانه اخذ عند رب العالمين حسنه ولا يتعلموا حسب انه الدرس بدي اعطيهم اياه حس على قده، على اساس انه اعطيهم املاء بس ما في دفاتر، اعطيهم املاء وظيفه. كنا قاعدين نحن هون بخيمه بس يعني انه تدلف علينا وهيك شغلات، فهلا هون عم بعلمهم، ما بدي اروح عليهم نهار جمعه وسبت عم عطل عنده. انا متذكره اللي بسوريا، اللي بسوريا بقى علمته، عم بعلمهم انه تسميع، ما في دفاتر واقلام لحتى يكتبوا يتعلموا، ما في. وصل يومين ما عم درسهم انه كله وحل. انا مريضه بس قلت بدي اقوي حالي حتى ادرسهم، وبدي نسيهم هموم يعني انه اللي ميت لهم واللي هيك بدون يقعدوا عليهم. جيت على لبنان يعني من سنتين وشهرين، جيت انا واولاد بنتي واولاد ابني، نحن سبع اولاد يعني وبنت. استشهدوا ابهاتهم، عايش الصليب الاحمر بساعدنا بهي كرتونة غذائيه، ويعني والصدقه كمان بقى هذا صاحب المخيم كثير يعني هيك لنا عنايه خاصه من طرفه لانه ايتام. الاولاد عاملين نموذج مدرسه يعني بيجوا عليها بيتعلموا، يعني عم بمثلوا انه في مدرسه يعني بتعلموا هالكلمتين من بنت هيك عم تطلع على الصغار يعني.